السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرضى الربو معرضون لنتائج شديدة الخطورة حال إصابتهم بكورونا. قال الدكتور أشرف عبد المبدي استشاري أمراض الكلى والغدد مدرس البطنة بجامعة عين شمس أن المرضى الذين يعانون من الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن معرضون بشكل متزايد لنتائج شديدة الخطورة من الإصابة بفيروس كورونا، متابعا أن هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من تلك الأمراض لديهم احتمالات متزايدة لدخول المستشفيات وبعض الأحيان الرعاية المركزة بالإضافة إلى التنفس الصناعي المكثف. وأضاف عبد المبدي في تصريحات أن المرضى الذين لا يعانون من الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أقل دخولا للمستشفيات مقارنة بالأشخاص المصابون بالربو أو الانسداد الرئوي، وتتزايد نسبة الوفاة لهؤلاء المرضى عند الإصابة بفيروس كورونا مقارنة بالأشخاص العاديين، موضحا أن الأشخاص الذين استخدموا أدوية الربو بين المرضى لاحتمالات سرعة شفائهم تزيد بنسبة 25% مقارنة بالمرضى الذين لا يتناولون أدوية الربو. وأشار استشاري أمراض الكلى إلى أن لقاحات كورونا لا تؤثر على مرضى الربو أو الانسداد الرئوي من خلال التطعيم، ولكن لابد من اتباع الإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة والسكان للحفاظ على صحة الأشخاص وعدم التخالط، مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص المصابون بمرض الربو أو الانسداد الرئوي يعانون من مضاعفات في غاية الخطورة في حال الإصابة وتكون النتائج سيئة للغاية مع ارتفاع الإصابات في الوقت الحالي بسبب الموجة الرابعة ووجود حالات بمتحور دلتا بلس يؤثر سلبا على حياته. دورات الحصول على لقاح كورونا لتجنب مضاعفات كورونا. وناشد عبد المبدئ كافة المواطنين بسرعة الحصول على لقاح كورونا في أقرب وقت سواء الأصحاء أو الأشخاص الذين يعانون من مرض مزمن، فالطريقة الوحيدة للوقاية وتجنب المضاعفات هي الحصول على اللقاح. شفاكم الله وعافاكم وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.